يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم. يوم جديد، حلقه جديده، السادسه، حلقه ما قبل المباراه، وهي مباراه بكل المقاييس صعبه. قبل ما ادخل في الكلام والتفاصيل على ماتش الاهلي وبالميراس، الحقيقه الكلام ما زال ممتد على ماتش الاهلي والبايرن، ويمكن قلت لحضراتكم من فتره طويله جدا ما شفتش حاله رضا بخساره مباراه من غالبيه جماهير النادي الاهلي زي ما شفت في البايرن، لكن في ناس لغايه النهارده ما زالت مقتنعه انه المباراه دي الاهلي ما قدمش فيها مستواه. خدوا بال حضراتكم، في فرق كبير جدا بين حبك او غيرتك على ناديك وغير وبين انك تكون موضوعي وعقلاني. في النهايه انت بتقابل البايرن، اهم واكبر نادي في العالم، واعتقد انه اعلى مستوى من ناحيه الاداء في الموسم الاخير، فطبيعي جدا بالورقه والقلم انك لما تقابل بايرن تبقى احتمالات خسارتك كبيره جدا. اللي بنقول اللي بنتكلم فيه انه الاهلي لعب مباراه في حدود امكانياته، اعتقد كانت كويسه جدا في مواجهه العملاق البافاري بايرن ميونخ. بكره مواجهه صعبه، محدش يعتقد انه بالميراس عشان خسر من الفريق المكسيكي تيجريس اونال معنى كده انه فريق ضعيف، لا، احنا بنتكلم على بطل امريكا الجنوبيه، بنتكلم على بطل البرازيل، بنتكلم على فريق قدر ان هو يتفوق على ريفر بليت، على بوكا جونيورز، على سانتوس البرازيلي، وياخد لقب كاس امريكا الجنوبيه. لكن الاهم من ده، وخدوا بال حضراتكم، ده واحد من العوامل المهمه في ماتش بكره، انه الفريق كبرياءه مجروح، اللعيبه كرامتها موجوعه، فريق جاي وهو مصنف انه يلعب المباراه النهائيه، بالعكس هو تخطى الادوار التمهيديه بحكم انه بطل امريكا الجنوبيه، ورغم كده تم اقصائه في الدور قبل النهائي، وبالتالي هيلعب المباراه بكره وهو عنده حافز رهيب عشان يحفظ ما تبقى ليه من كبريائه. هل ده معناه انه خساره الماتش بكره مضمونه؟ لا على الاطلاق، بالعكس انا قلت امبارح في الحلقه انه فرص النادي الاهلي في مباراه بكره كبيره جدا، يمكن تفوق فرصه في مباراه الدحيل وتفوق فرصه كمان في مباراه البايرن. على كل الاحوال هنتكلم وهنعرف حضراتكم اخر تطورات الفرقه والقصه والموقف بالنسبه لحسين الشحات وكهربا بشكل نهائي. علي معلول زي ما عرفنا طبعا بره التشكيل ويرجع لنا بالف سلامه، محتاجينه في بدايه مشوار افريقيا طبعا ورجوعنا للدوري والكاس. مساء الخير على حضراتكم.